الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الحمد لله الذي جمعني باخواني في هذا المجلس الطيب المبارك ان شاء الله والذي نسال الله جل في علاه ان يجعله حجه لنا يوم نلقاه. ايها الاخوه الكرام ان موضوع كلامنا في هذه الليله الكريمه سيكون حول موضوع مهم للغايه وهو موضوع منهجي بامتياز وهذا الموضوع سننطلق فيه ان شاء الله تعالى من بعض الاحاديث التي بينت جمله من الاحكام وسنحاول ان شاء الله تعالى يعني ابرازها بما يتيسر ومنه نستمد العون والتسديد. هذا الحديث الاول الذي ننطلق منه هو حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابه من قلوب اعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جسد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة ينبغي لكل مسلم أن يتفطن له لأن هذه الأحاديث المنهجية إذا كان المسلمون يقرؤونها فإنها توصلهم بطريق مباشر إلى مكامن الأدواء والأمراض وأيضا ترشدهم الى سبل الخلاص وسبل العلاج. الناس اليوم يعني يتخبطون يتخبطون في دياجير الظلمات. لا يعرفون الادواء والامراض التي اصابتهم ثم ان عرفوها لا يعرفون اسبابها ثم ان عرفوا الاسباب لا يعرفون سبيل الخلاص من هذه الادواء ومن هذه الامراض. ولذلك فان الذي يتتبع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على كل ذلك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك كله يعني تبين اسباب الامراض والادواء والعلل وايضا تبين سبيل المخرج منها فالذين يهتمون باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على غيرها ولا يعتمدون على مجرد الاراء والافكار والعقول القاصرة ولا الاجتهادات الكاسدة فإنهم بحمد الله تعالى أصدق الناس وأقرب الناس إلى التوفيق وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يخرجون عن هديه عن هدي الشريف كانوا يتتبعون كلامه وكانوا يهتدون بهداه ويستنون بسنته صلى الله عليه وسلم فلذلك فازوا وأفلحوا وأبقى الله ذكرهم في الآخرة إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين مسائل عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يوشك من أوشك وهو من أفعال المقاربة من أفعال المقاربة. يعني هذا يدل على أن الأمر قد قرب أوانه. يوشك يعني هذا الأمر هذا قريب. يعني إحتاطوا لأنفسكم واحذروا فإن الأمر يوشك أن يحل بكم. يوشك طبعا قضيه هذا الامر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى. اذا قال يوشك ان تداعى عليكم الامم في روايه من كل افق في روايه من كل افق كما تداعى الاكله الى قصعتها. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان امم الكفر وامم الضلال سينادي بعضها بعضا لتجتمع ولتتحد من اجل نهب خيرات المسلمين يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها وصور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر وضرب له مثالا محسوسا وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم انه يضرب الامثال المحسوسه التي تعقلها الالباب من اجل ان يبين حقائق الامور التي قد يكون فيها شيء من الغموض لانها امور غيبيه ولانها امور ستحصل فيما يستقبل من الايام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابه بانه ستداعى الامم لكن هذا التداعي كيف يكون فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الامم على امه الاسلام بتداعي الاكله الى قصعتها يعني الاكله يعني جمع اكل الاكله جمع اكل يعني الناس اللي كيكون فيهم الجوع وتوضع امامهم قصعه والقصعه هي الاناء الكبير الذي يملا طعاما ولا يمنع احد منه لوفره الطعام فيه فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يجتمعون على امه الاسلام لنهب خيراتها ولاخذ ما بايدي المسلمين من ارض ومن مال ومن خيرات ومن يعني ممتلكته يوشك ان تدعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها اذا هنا حينما سمع الصحابه رضي الله عنهم هذا الكلام تساءلوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله ان الصحابه يعني من عرف يعني قدرهم ومن عرف عزتهم ومن عرف يعني اقدامهم وشجاعتهم لا يمكن ان يعني يتصور سكوتهم على هذا الامر وهم يسمعونه يعني كيف تصور الصحابي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تدع عليكم الامم طيب شنو يعني السبب يعني ما هو السبب الذي يمكن ان يجعل هذه الامم كلها تتفق وتتحد وتغزو بلاد المسلمين وتاخذ خيراتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله هذا فيه بيان فضل الصحابه وأنهم لا يمكن أن يسكتوا على الضيم ولا يمكن أن يرضوا بالهوان وبالذلة لذلك رد الأمر إلى القلة يعني يمكن أن يكون عددنا قليلا حينما تداعى علينا الأمم أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله يعني كما غادي كل عدد ديالنا قليل فلذلك يعني استطاع أم استطاع الكفار وأهل الضلال أن يتجرأوا علينا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل أنتم يومئذ كثير بل أنتم يومئذ كثير يعني العدد كثير أنتم أكثر عددا وأقل مددا أكثر عددا وأقل مددا يعني العدد كثير جدا الآن شحال شحال عدد المسلمين يعني مليار ونصف زيادة هذا عدد المسلمين يعني أكثر من من يعني الأمم إذا, إذا تفرقت الآن يعني اكثر من امه النصارى واكثر من امه اليهود واكثر من امه الماجوس يعني كل امه على حده يعني المسلمون يعني متفوقين في ناحيه العدد ولكن شنو هو الوصف ديالهم غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء كغثاء السيل الغثاء هو الامر الذي لا قيمه له ولا قدر يعني ما يحمله السيل اذا مر هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام غثاء كغثاء السيل يعني فاش كيجي الماء ديال الشتاء يسيل في الأرض اش كيدي يأخذ معه الحشائش والتبن أوراق الأشجار يعني كل أمر لا قيمة له لا قيمة له هكا غادي يكونوا المسلمين وهكا ولاو المسلمين فعلا غثاء كغثاء السيل غثاء كغثاء السيل ومن طبيعة العلماء ذكروا يعني من حسن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في آخر الزمان عند حصول الذلة واستحكامها يعني هذا التشبيه بالغثاء الغثاء يتحرك بغير إرادة وهكذا المسلمون. يعني هذاك الغثاء فين كيمشي كيمشي تبع السيل إذا صار السيل يمنة انعطف يمنة وإذا صار السيل يسرة إن عطف يسرة يعني ليس له قدرة على أن يغير اتجاهه وليس له قدرة على أن يتوقف عن الجريان ليس له قيمة وليس له قرار وليس له يعني تحكم لا في نفسه ولا في توجهه ولا في أفكاره ولا في آرائه يعني مسلوب الإرادة مسلوب الإرادة لا يستشار ولا يؤبه له ولا يعتبر كلامه ولا قيمة له بين الأمم إذا واش تصورتوا معي الذلة التي صار إليها المسلمون والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر يزيد الصورة وضوحا قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم لشك أن هيبه المسلمين في صدور العدو كانت كبيره. هيبه المسلمين في صدور عدوهم كانت كبيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر خصائصه وخصائص امته قال نصرت بالرعب مسيره شهر. نصرت بالرعب مسيره شهر. يعني من الامور التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم الرعب. مسيرة شهر يعني حينما يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو جهة من الجهات قوم من الأقوام ويكون بينه وبينهم مسيرة شهر يعني لأن الحركة كانت على الجمال وعلى الخيل يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا بغى يمشي لهذه المدينة أو تلك القبيلة أو ذلك الحصن خاصو شهر ديال الطريق فيسمع به الكفار فيرتعدون خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني يقذف الله في قلوبهم الرعب فيزلزلهم فإذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم فساء صباح المنذر ساء صباح المنذر طيب هذا الرعب وهذا الخوف الذي كان في صدور العدو وكانوا يخافون المسلمين سينزع سينزع علاش؟ لأن هذا الخوف شنو هو السبب دياله؟ السبب دياله هو العزة التي كان عليها المسلمون. سببها هو العزة التي كان عليها المسلمون. فالمسلمون كانوا يعتزون بدينهم وكانوا يحبون دينهم وكانوا يفدونه بأرواحهم وأموالهم ودمائهم حقيقة لا ادعاء ممكن الان تلقى المسلمين يعني كيتكلموا بكلام يسرك لكن اذا نظرت الى فعالهم خاب ظنك يعني من ناحيه الان يعني حتى يعني فساق المسلمين بل من يتركون الصلاه بل المتبرجات من المسلمات فاش كيتكلموا يعجبوك في كلامهم يقول لك احنا راه كذا وبغينا ندافعوا على المقدسات وبغينا نحرروا القدس ولو امرنا لجاهدنا ولو فعلنا كلام في كلام كلام في كلام لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم كان مطابقا لواقعهم فلذلك كان يعلم المشركون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون قوته ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه كانوا كذلك إذن كانوا يرتعبون وكانوا يخافون من المسلمين هذا الخوف سيزول هذا الخوف سيزول إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ما غاديش يبقاو يهابوكم ما بقاش يخافوكم فلذلك يجترئون عليكم وبالمقابل أمر لازم له يعني المهابة من المسلمين غادي تحيد من صدور الكافرين وأيضا يقذف الوهن في قلوب المسلمين ولا يَقْذِفَنَّا أي ولا يرمين الله سبحانه وتعالى وليقذفن في قلوبكم الوهن يقذف الوهن في قلوب المسلمين الوهن هو الضعف الوهن هو الضعف حملته أمه وهنا على وهن الوهن هو الضعف ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى فالوهن هو الضعف ولكن بعض العلماء يعني فسره تفسيرا أدق فقال الوهن هو فعل القوي فعل الضعيف يعني ماشي هو ضعف حقيقة وإنما القوي لا يعرف مكامن القوة فيه فيتصرف كأنه ضعيف هذا هو الوهن يعني الوهن ماشي إنسان يعني ممكن الإنسان يكون ضعيف يعني الطاقة دياله ضعيفة ويكون ما عندوش مقومات القوة ويكون ضعيف البدن ولا كذا لكن لا المقصود به الوهن هو قضية الضعف الذي لا يعكس حقيقة الأمر يعني الإنسان في الأطراف دياله سليم الشكل ديالو ما عنده حتى حاجه يعني اطرافه مكتمله يعني جسمه مكتنز باللحم وبالعضلات وكذا ولكنه يفعل فعل الضعيف يتصرف تصرف الضعيف العاجز هذا هو الوصف الدقيق كما ذكر بعض العلماء الذين شرحوا هذا الحديث ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله وسؤالهم هذا ليس عن الوهن في حقيقته وانما عن السبب الذي ادى الى الوهن لأن الوهم معلوم الوهن معلوم معروف عارفين الوهن شنو هو ولكن كيقولوا أشنا هو السبب ديال الوهن الذي سيقذف في قلوب المسلمين ما هو سببه؟ فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت لو أن المسلم اليوم كان صادقا وسرح طرفه في ارجاء المسلمين ونظر الى احوالهم كيف يتعاملون مع الدنيا كيف يحبونها كيف يفدونها بارواحهم ويفدونها بكل ما يملكون من اجل تحصيله يعني ربما فرطوا في قبائلهم ربما فرطوا في انسابهم ربما تهاجروا ربما تدابروا ربما اقتتلوا ربما سهروا ربما سافروا ربما هجروا اوطانهم من اجل الدنيا ومن اجل تحصيلها ومن اجل الركون اليها والاخلاد اليها وهذه كلها من مسببات الذله التي احاطت بالمسلمين من كل جانب. هذه كلها من اسباب الذله التي احاطت بالمسلمين من كل جانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: اذا تبايعتم بالعينه العينه نوع من انواع الربا. نوع من انواع الربا وباب من ابواب الربا محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الاحوال التي تنتظر المسلمين في اخر الزمان، اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر اخذتم اذناب البقر يعني هو رضيتم بالماشيه كاين دابا الفلاح الان دروكا يعني تمسو في عينيه وما تمسوش في الماشيه ديالو، عنده يعني بقر، عنده غنم، عنده إيبيل عنده كذا، فهو يحبها ويعشقها ولا يمكن ان يفرط فيها ربما يقدمها على ابنائه الذين من صلبه لذلك قالوا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أحببتم ما تخرجه الأرض وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد هذه هي أسباب شنا هي العقوبة سلط الله عليكم ذلا سلط الله عليكم ذلا يعني الناس لا ركنوا الدنيا وتعاملوا بالمحرمات وتركوا الجهاد في سبيل الله أشكي عقبهم الله سبحانه وتعالى كيعاقبهم بالذلة سلط الله عليكم ذلا وهذا الذل ماشي هي مسألة عابرة ليست صحابة صيف يعني تمضي وتنقشع لا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم لا ينزعه ما يمكنش تحيد هذا الذل لا يمكن أن يزال هذا الذل إلا إلا بشيء واحد إلا بشيء واحد الناس الآن اللي بغير رفعوا الذلة بأسباب وبطرائق وبوسائل كثيرة جدا والله لا يمكن ان يرتفع عنهم هذا الذل الا بشيء واحد اخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا الى دينكم حتى ترجعوا الى دينكم طبعا هذا حتى ترجعوا الى دينكم يعني دخل فيها الاسلام كله اللي ما كيصليش خصو يرجع علي. يصلي اللي كيتعامل بالربا خصو يتوب الله سبحانه وتعالى اللي كيغش خصو يحيد الغش اللي كيكذب خصو يصدق اللي كيخون خصو يرجع يكون امين اللي كيفجر خصو يرجع يكون عفيف وهكذا قس على ذلك جميع الامور التي فرط فيها المسلمون يجب ان يتخلوا عن هذا التفريط وان ينصروا دين الله سبحانه وتعالى وان يتمسكوا بشرائع الله سبحانه وتعالى كامله غير منقوصه حينئذ يرفع الله عنهم هذه الذله ويرد اليهم عزتهم المفقوده وحينئذ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اذا قال حب الدنيا وكراهيه الموت طبعا حب الدنيا وكراهيه الموت هما امران متلازمان حتى انهما او كانهما شيء واحد كانهما شيء واحد لان الانسان اذا احب الدنيا فانه سيكره الموت جاء في بعض الروايات حب الدنيا وكراهيه القتال في مسند الامام احمد حب الدنيا وكراهيه القتال لان المقصود ماشي الموت الذي يعتري جميع الأنفس ويقطعها عن الدنيا لا المقصود الموت الذي يتسبب فيه قراع العدو هذا هو الموت اللي لو الناس يعني كيكرهوه كيكرهوا الجهاد في سبيل الله ويكرهون مجابهة أعداء الله بما يليق به فالمقصود عندي أنا باش نستخلصوا من هذه الأحاديث الواضحة البينة أن الذل الذي جثم على صدور المسلمين هو ملازم لهم لا يمكن أن يرتفع إلا بشيء واحد ألا وهو ألا وهو الرجوع إلى الدين ألا وهو الرجوع إلى الدين بشتى شرائع بشتى شرائع فلذلك من العار ومن المحال أن ينادي الناس بوسائل وبطرق وب يعني معينة يريدون بها إعادة العزة لبلاد المسلمين والله لا يحصل ذلك. لان احنا إلا كنا كنصدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد حصل الامر في امر واحد كيف احنا نضيع الامور التي نقدر عليها ثم نتطلع الى تحصيل ما نعجز عنه يعني الامور هي اللي قدمنا وكتسمع شي واحد كيقول لك انا نريد ان نصلي في القدس وهو لا يصلي في مسجد الحي مسجد الحي ما كيصليش فيه ويريد ان يصلي في القدس يريد ان يصلي في القدس يقول لك احنا مستعدين جاهز جاهد نفسك جاهد يعني ضعفك صلي صلاه الفرض في الجماعه كما يصلي الذكور حينئذ تكون فعلا قد اسهمت في نصره امه الاسلام وكنت سببا في استعاده عزتها وفي استعاده كرامتها اما ان تكون كاذبا وان تكون منهمكا في الملهيات وفي المغريات وفي يعني الملاهي وفي كذا فانت كاذب وانما تنطق بحماس ويعني يعني كلام يعني, يعني يذهب كفقاعات الصابون لا 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 فائده حتى اول حماس وكذا والناس ما قدروا يتخلصوا حتى من هذه يعني الامور التافهه الناس دابا واحد طائفة من ديال الشباب غارقه في تتبع الكره يعني المباريات واللاعبين واثمانهم و ويعني مباراتهم وكذا وكذا وناس عاودتني في الموسيقى وفي الغناء وفي التمثيل وكذا وكذا هي ماذا بقي من أمة الإسلام ماذا بقي من أمة الإسلام إذن المسلم هو الذي يشتغل بمعالي الأمور ويترك سفسافها يترك هذه الدنا يترفع عنها لقد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل لقد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل يعني خصك ترفع ما ترعاش مع الهمل ترعى مع الهمل مع الحشرات مع كذا انت ينبغي ان تعرف قدرك فالله سبحانه وتعالى خلقك لتعبده خلقك لتوحده خلقك لتقيم العبوديه له في هذه الارض فلذلك ينبغي ان تفهم هذا اذا قضيه العدد اللي هو الموضوع ديال المحاضره بل انتم يومئذ كثير العدد راه كثير جدا العدد كثير كاين احاديث اخرى تصدق هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زواليا الارض ان الله زواليا الارض اي جمعها زوالي الارض اي جمعها فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها الملك ديال الامه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما زوي له منها يعني ما جمع تحت مراى عينه صلى الله عليه وسلم بأن الملك ديال الأمة غادي يبلغ المشارق والمغارب المشارق والمغارب وهذا من أيضا العلماء كيقولوا كي هذا من دلائل النبوة حيث انتشر الإسلام شرقا وغربا ما لم ينتشر شمالا وجنوبا يعني الانتشار ديال الإسلام كان بالعرض انتشر شرقا وغربا وبلغ يعني ملك هذه الأمة يعني كل كل أفق ودخل كل بيت كما في حديث تميم الداري اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها اذا الاسلام راه كينتشر وينتشر الان في اوروبا وينتشر في امريكا وينتشر في كندا وفي استراليا وفي اسيا ينتشر الاسلام ولكن الاسلام واش المقصود بالاسلام المعهود ام اي اسلام احنا الاسلام اللي بغينا ينتشر هو الاسلام الحق ليس الاسلام المفرغ من كل محتواه بغينا احنا الاسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابه رضي الله عنهم هذا هو الاسلام اللي بغينا والا الاسلام الان يعني امم الكفر حينما عجزت عن ان تصرف الناس عن دينها بالكليه فانها شوهت معالم الدين شوهت معالم الدين واخذت تثير النعارات وتثير الحروب وتشعل وارها بين المسلم ليقتتلوا وليتدابروا وليختصموا ولتكون بينهم يعني هذه الصراعات حتى لا يلتفت المسلمون الى عدوهم الحق الان يعني فاش كتشوفوا شي زوبعة نيضة فاش كيشتغلوا المسلمين يشتغلون بانفسهم يتركون كل شيء الان يعني الامر الذي هو حديث الساعه اليوم هو قضيه القدس وانها يعني واش ديال المسلمين وديال اليهود ولا عاصمة ديال فلسطين ولا عاصمة ديال ديال دولة اليهود دولة المسخ هذا يعني هو في الحقيقة سؤال فرعي موضوع فرعي لكن الموضوع الأصلي شنو هو؟ غفلنا احنا على الموضوع الأصلي ديال احتلال الكفار لأراضي المسلمين أصلا عاد هو إلى البلاد سواء جعل هذه عاصمة أو هذه عاصمة هو يتحكم صارت الأرض أرضه صارت الأرض في ملكه ولا يستطيع احد وليس به حراك وليس به قوه ان يقف في وجه عدوه، اذا احنا باش نشتغلوا في سبيل اعاده العزه للمسلمين ونتخلى عن مكامن الضعف والوهن وان نعيد ترتيب حساباتنا لا ننشغل بهذه الامور التافهه وهذا هو الذي يريده الكفار. هذا هو الذي يريده الكفار ان نبقى منشغلين بل مما يزيد الامر فداحة أن ينشغل المسلمون بعضهم ببعض دابا يعني الكفار يعني داروا الفعل ديالهم وحنا كنتهموا بعضياتنا أنتم اللي درتوا أنتم اللي درتوا أنتم اللي درتوا أنتم اللي تواطأتوا أنتم اللي كذا شوف كيف كيف تصرف العقول وتوجه توجيها عن بعد بحال هذاك الإنسان اللي شاد شي تيليكوموند واحد الإنسان شاد واحد تيليكوموند وكيغير ويبدل في القنوات يعني يعني يتابع القناة التي يريد التي يهواها ويتابع البرنامج الذي يريد فهو يتحكم في المسلمين تحكما يكاد يكون تاما كما يتحكم السيل في الغثاء كما يتحكم السيل في الغثاء دابا حنا من غادي نولي غثاء هذاك السيل غادي يبدا يحركنا حيث شاء اذا قال لنا سيروا لهنا سيروا هنا افعلوا كذا افعلوا اتحدوا, اتحدوا اتحدنا افترقوا افترقنا تحاربوا تحاربنا اصطالحوا اصطالحنا وهكذا اذا الغثاء ليس له راي وليس له قرار وليس له حكم، وليس له شيء من ذلك، وانما هو تابع لقرار السيل. هو تابع لقرار السيل. فلذلك ما لم يعلم المسلمون وجه هذه يعني النصوص الشرعيه التي تنير الطريق فانهم سيظلون في هذه يعني المستنقعات وسيدورون حولها كما يدور الحمار بالرحى لا يفقهون حديثا ولا يدركون يعني ما ينفعهم ولا ما يخلصهم هكذا حال المسلم كالأيتام في مأدبة اللئام كالأيتام في مأدبة اللئام فلذلك وجب على المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يقرأوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى وأن يستلهموا منه الدروس والعبر وأن ينظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإشارات التي وردت في كثير من الأحاديث التي تخبر بيعني علامات الساعة والتي تذكر الملاحم والتي تذكر التوجيه النافع الذي ان اخذ به المسلمون فانهم يخرجون من هذه المضايق والا فهم في في ريبهم يترددون كما هو الحال بالنسبه لما نراه ونشهد نسال الله ان يرفع الذله عنا. قضيه الذله التي وصل اليها المسلمون هي مرتبطه بمخالفه الشرع جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري جعل الذلة والصغار على من خالف أمره. طبعا يعني الإنسان إذا عمل بالشرع فإنه تصيبه عزة الإسلام تصيبه عزة الإسلام إن خالف الشرع أصابته ذلة المعصية إن عمل بالشرع فإنه تصيبه عزة المسلمين احتفل في الأفراد ماشي قاعد في الجامعة احتفل في الأفراد يعني الفرد الواحد الآن الذي يعيش في هذه الأمة المكلومة لاشك انه كلما اقترب من شرع الله سبحانه وتعالى كلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كلما كان حريصا على اتباع سنته الا ويبعث الله سبحانه وتعالى في قلبه من الاعتزاز ومن محبه هذا الدين ومن الشعور بالعلو ومن الشعور بعزة يعني عزه الاسلام ما الله به عليم وكلما ابتعد عن مواطن العز اصيب بالذله واحس بالضجر واحس ب يعني قلبه ينقبض واحس به يعني 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 يضيق مع الاسف يعني دابا تطبيق الاسلام كيكون كي معه الانشراح كيكون كي معه الاطمئنان وكيكون معه الاحساس يعني بالانشراح ولكن العكس بالعكس جعل الذله والصغار على من خالف ابي كل من يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصيبه من الذله بقدر مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته صلى الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بان انتشار الاسلام سيتم وانه سيدخل كل بيت كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا, ولا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الله سبحانه قال ولا يدخل ولا يعني انا ابحث عن بدايه الحديث حديث تميم الدارف نعم لا بغيت البدايه ديالو قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الامر هذا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا الله هذا الامر طبعا فاش كيحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه طبعا كانوا العدد ديالهم قليل وكان العدو ديالهم العدد ديالهم هائل العدد ديال الكفار شحال كان؟ كثير جدا وعدد المسلمين قله والرسول صلى الله عليه وسلم كيحلف اليوم يقسم ولا يحتاج الى الى قسم فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن هذا فيه جواز الحليف من غير استحلاف من باب تاكيد الخبر وانه لا ينبغي لمن يسمعه ان يبقى عنده ادنى شك يقول والله ليتمن وهذا شوف اللام ديال التأكيد والنون المشدده ديال التأكيد كل هذه ادوات ديال التأكيد والقسم قبله يبين ان هذا الامر حاصل لا محال. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يق... ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر بيت المدر هو بيت الطوب هذا كناية عن يعني المدن وبيت يعني ال... 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 الوبر هو كناية عن يعني... يعني البوادي الوبر يعني هو ل... الذي يؤخذ من ال... يعني من ال... الإبل ويعني تنسج منه الخيام يعني ما يخليش البيوت ل... ديال المدن والبيوت ديال البوادي إلا ودخلها الإسلام ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله تميم الدري رحمه الله ورضي عنه يذكر في الحديث هذا الثاني يقول والله لقد رأيت تصديق ذلك في أهل بيتي فأصاب منهم من أسلم خيرا كثيرا يعني أهل بيتي قرابتي الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا وشهدوا شهادة الحق أصابهم خير كثير وأصاب من أشرك منهم الهوان والذلة والأسر الهوان والذلة والأسر يعني اللي تقتل تقتل واللي تدل بالأسر والسجن راه هذا مصير إذا نشوف بعز عزيز أو بذل ذليل يعني الإسلام غادي انتشر غادي انتشر سواء اعتز به أهله فحملوه وكانوا من جملة من يدافع عنه أو تخاذلوا عنه وتخلوا عنه فإنه سيصيبهم من الذلة ما شاء الله أن يصيبهم إذن المسلم حينما يقرأ هذه الأحاديث التي تبشر بانتشار الإسلام لا يمكن أن يقع في اليأس الذي قد يتطرق إلى أذهان من يقرأ هذه النصوص فيصاب فيصاب بالاحباط لان الاحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبغي ان ناخذها مجتمعه يعني ما يمكنش تاخذ الحديث واحد في الباب الواحد ويقول يا صافي ما بقى ليس لنا حيله اذا هذا الشيء خبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو امر قدري ووقع على وفق ما اخبر وهي من نبوءاته صلى الله عليه وسلم اذا لا حيله لنا تخليوا الكفار يديروا داك الشيء اللي عجبهم لا فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا باننا ينبغي أن نتفطن للوقائع التي تكون لكن يخبرنا كيف يمكن أن نستعيد قوتنا وكيف يمكن أن نقوم لهؤلاء وأن نسترد مقدساتنا وكيف يمكن أن ننصر يعني بلادنا وأن ننصر إخواننا هذا كله كامن في إشارات عظيمة يفقهها هؤلاء النهى من, من العلماء إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيخبرنا بهذه المسائل هذه بأن غادي ينتشر الإسلام وغادي يكون العدد كبير وغادي ينتشر حتى في قضية حديث الغربة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء طبعا كيفاش يمكن بدا غريب ويصير يعني هذه لا شك ان بينها يعني امرا مختلفا يعني بدا غريب وكمل غريب كيفاش يعني استمر في الغربه دائما لا يعني بدا غريبا حيث بدا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه مثلا ابو بكر واتبعته خديجه واتبعه كذا وقال انتشر شيئا فشيئا حتى انتشر وبلغ الافاق ودخل كل بيت وسيعود غريبا هد سيعود غريبا اختلف الشراح قالوا هل هذه الغربه المقصود منها قله العدد ليس هذا هو المقصود بدلاله الاحاديث الاخرى اذا سيعود غريبا ماشي هو غادي ينقص العدد ديال المسلمين لا العدد ديالهم غادي يبقى كثير يعني من حيث الاعداد الا بغيتي تحسب لكنهم اصفار على الشمال لا قيمه لهم غثاء كغثاء السيل كما اخبر صلى الله عليه وسلم اذا قضيه العدد راه غادي يكون ولكن غربه الوصف غربه الوصف يعني يذهب الصالحون الاول في الاول ويبقى حثاله من الناس لا يباليهم الله باله يبقى حثاله من الناس يعني هذاك الشيء اللي بقى بحال النخاله يعني كي من انت الدقيقه اش كيبقى كي كيبقى الجيد كيبقى عندك الفوق وهذاك النخاله يعود الجيد يعني كي يكون عندك في القصعه وكيبقى هذيك النخاله اللي ما عندها قيمه التي ترمى يعني علفا للدواب وكذا هكذا هكذا سي سي سيكون حال المسلمين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه في الحديث ديال الغربه قال وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سئل عنهم قال هم الذين يصلحون اذا فسد الناس وها هي دبل المعاني ديال ازاله هذه الذله اصابت المسلم يصلحون اذا فسد الناس ملي تشوف الناس وقعوا في الفساد ووقعوا في الشركيات ووقعوا في البدع ووقعوا في المعاصي وفي الكبائر واستسهلوا هذه الامور ويعني يعني دخلوا فيها وانغمسوا فيها فحافظ على استقامتك وحافظ على صلاحك الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية أخرى وهي تفيد معنى زائدا قال الذين يصلحون ما أفسد الناس لا يكتفي الإنسان بأن يكون صالحا في نفسه بل ينبغي أن يترقى ويكون مصلحا لغيره إذا ما يكونش يعني صالح في نفسه كاين عند كاين اللي عنده هذه النظرة سلبية تيقول لك أنا غادي نشتغل بشأني أنا غادي نصلي وغادي نصوم وغادي ندي الزكاة ديالي لا عندي غادي نحج غادي ندير كذا ولا أوذي أحدا ولا أظلم أحدا ولا أعتدي على أحد وكذا وكذا ويكفيني هذا ولا علاقة لي بغيري سواء أسلموا أو كفروا سواء تسننوا أم ابتدعوا سواء يعني فجروا أم يعني بروا ما عندي ما عندي غرض فيهم لا لا يكتمل إيمانك حتى تكون لبتا لبنة في في مجال الإصلاح ولذلك شوف بعض بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب رضي الله عنه يعني قال لو انكم تقرؤون آية وتفسرونها على غير وجهها كيقرا واحد الآية وما كيفهموهاش الفهم الصحيح عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قرأوا عليكم انفسكم يعني عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم كيقول لك زعما شي واحد الا توضر شي واحد الا ضل شي واحد الا خالف الطريق شي واحد الا وقع في المعاصي لا ما يضركش انت اش الفهم دي الصحيح ديال هذه دي الايه هما فهموا بانه لا تامر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تنصح ولا تتواصى بحق ولا تتواصى بصبر هذا المفهوم الصحيح ليس هذا المفهوم الصحيح ولذلك يفهم من سياق الايه وقول قول الله تعالى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قالوا من تمام الاهتداء ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. من تمام الاهتداء ان تنصح لغيرك. من تمام الاهتداء ان تامر غيرك بالمعروف. من تمام الاهتداء ان تنهى غيرك عن المنكر. أليس كذلك؟ يعني هذا هو الحق. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. واش الانسان اللي كيكون سلبي وما كيأمر بالمعروف مع القدره عليه ولا ينهى عن المنكر مع القدرة على ذلك لا ينصح للمسلمين هذا نقوله رجل مهتدي هذا ليس مهتديا لأن الهداية إنما تعرف سماتها بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنه باش حنا كنميزو راه سبحان الله وهذه من الفوائد المهمة التي ينبغي أن لا تغيب عن ذهن كل مسلم راه حنا عندنا واحد الميزان وعندنا واحد الشرع وعندنا علامات تفيدنا الطريق الواضح الذي رسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم احنا راه ماشي عايشين في الدنيا هنا غير بالفوضى وغير بالاجتهادات يعني العقول تختلف نجي انا نقول لك انا راه بان لي هذه الطريقه هي اللي غادي تخرجنا والاخر يقول لك لا هذه الطريقه هي اللي غادي تخرجنا والاخر يقول لك لا يعني هذا السبيل ولا مشينا من هنايا غادي نوصل لا احنا عندنا امور واضحه في الكتاب وفي السنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة ولا زال وكان هو أسوة المسلمين والله سبحانه وتعالى ربط فلاح نبي باتباعه وربط هداية نبي بالتأسي به صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا إذن كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أمارا بالمعروف وكان نهاء عن المعروف عن المنكر وكان ناصحا وكان حريصا على المؤمنين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص عليكم اذا المؤمن الذي يرجو الله واليوم الاخر ينبغي ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته أن يتبعه في هديه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا الدين النصيحة كيفاش أنا نكون أنا مهتدي وما كان نصحش أرى ما يدعو للنصح فلا أنصح هذا غش علاش قال الدين النصيحة شنو ضد النصيحة هو الغش لأن النصيحة في اللغة يعني مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته نصحت العسل إذا صفيته كتاخذ العسل باقي مخلط يعني بالشهدة ومخلط يعني يمكن تلقى فيه الريش ديال النحل تلقى فيه كذا وكتصفيه باش يكون يعني سائغ وما تعافوش يعني النفوس هكذا تصفي هذا النصح إذن أنت تنصح لإخوانك أي تصفي لهم الدين من جميع الشوائب يعني كتشوف هو الدين ديالو مخوض الدين ديالو مخوض يصلي هو كيصلي وكيكذب كيصلي وكيغش كيصلي ويسرق يصلي وياخذ رشوه فكتشوف داك الدين ديالو انت فيه شويه ديال الشوائب والتخليطه كتجي انت كتقول له انت على خير وانت على هدى ولكن هذا الذي تفعله لا يرضي ربك سبحانه هذه النصيحه تنصح فاذا لم تفعل فقد غششته فقد غششته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه قالها ثلاثه وهذا ايضا حديث تميم من الداري قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامة اذا النصيحه لكل احد اذا قضيه الهدايه لا يمكن ان تدرك الا بالنظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الاستقامه لا يمكن ان تدرك الا بالنظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستقامه دياله واش الاستقامه امور اجتهاديه واش الاستقامه امور يعني تدفع اليها يعني العاطفه واش الاستقامه امور تدفع اليها يعني التقاليد وما ورثه الناس ويتبعون فيها اسلافهم ويعني اجدادهم وابائهم ولا الاستقامه شي مساله يعني مقننه ومقرره في الشرع الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقيم كما امرت فاستقم كما امرت ماشي استقامه خضع الاهواء ولا خضع المصالح كاين الانسان اللي غادي يبدا يحور هذيك الاستقامه ويبدلها حتى توافق طبعه وتوافق مكامن مصلحته وربما تخير في الفتاوى التي تملا الفضاء الان وياخذ منها ما وافقه وكاع الحاجه اللي بتعكر لي شويه المسائل وتخسر لي المزاج ديالو كيقول هذه هذه فيها تشدد هذه فيها كذا وكيختار هو واحد الدين يعني مفصل حسب رغباته وحسب اهوائه يعني مثل ما يفعل الناس الان في الاسواق يعني واحد الانسان كيمشي للسوق وغادي ياخذ واحد الجلابه ولا ياخذ يعني واحد البلغه ولا كذا كيبدا يختار هذا كيلبس كي 45 هذا 43 كيبدا يقيس تيشوف داكشي اللي يناسبه هكذا فعل الناس الان في الدين انا بغيت واحد الدين ما يكونش فيه الجهاد انا بغيت واحد الدين ما يكونش فيه الزكاه علاش لانني بخيل انا بغيت واحد الدين ما يكونش فيه الحجاب انا بغيت واحد الدين ما يكونش فيه الصلاه انا بغيت واحد الدين ما يكونش فيه يعني امر بالمعروف ونهي عن المنكر واللي بغى يعبد الله يمشي للجامع هذه كلها امور يعني اش كي كدير يعني كتفسد الاسلام يعني تفرغه من محتوى دابا الكفار الان راه ماشي كيحاربوا يعني اصل الاسلام ها كيقول لك اسيدي راه مسلمين حنا راه معاكم سلموا زيدوا في اسلامكم ولكن هذاك الاسلام اللي أنتم فيه راه اسلام متشدد خصكم تحيدوه حيدوا ذاك الاسلام عليكم حيدوا منه هذه وحيدوا منه هذه وحيدوا منه هذا من يعني بحال كتشد واحد الطير كده تحيد ليه الجناح ديالو باش ما بقاش يطير ما بقاش يطير هذاك ما بقاش يطير ولا يعني دابه ارضيه تدب على الارض ما بقاش كيطير يعني ما يمكنش تسميه طائر هو محيتي ليه الريش ما بقاش كيتسمى طائر صار حيوانا اخر هكذا يفعل, يفعل الان بالاسلام اسلام حيد منه هذا وحيد منه هذا وحيد منه واشتغل بالتفاهات دير دخل فيه البدع عمرو عمرو مزيان بالبدع وحيد منه التوحيد من وحيد منه البراء من المشركين وحيد منه الولاء للمسلمين وحيد منه العاطفه الاسلاميه الجياش وحيد من هذا الشيء كله حتى يصير اسلاما اجوف راه كاين دابا مسلم ويعني ويقارف جميع المنكرات ما عندوش مشكل والله انا وهذا الشيء غادي اسمحوا لي واخا يكون فيها شويه ديال يعني مخالفه الادب والله كنت رايت يعني منذ ما يقرب من عقد من الزمن في بعض القنوات تقريرا حول يعني اناس يعني من الشواذ اعزكم الله يعني ذكور واخبروا بانهم يصلون ويصومون يعني غير باش تصوروا دابا الحجم ديال الكارثه كي ناس يعني مثلا يرتكبون افحش الفواحش وكيقول لك كيصوموا ولا يفعلون تلك الفواحش الا بعد المغرب ويصلون الجماعات كيصليو في الجماعات وكي شنو كيتكلموا على راه حقيقه المجتمع باقي ما تقبلش هذه الفكره وحنا اقليات وحنا كيشوفوا لنا بواحد النظره ديال الدنيا وحنا كذا وهذا راه ما فيه والو يعني كيف كيف يوصل المسلم يغير حقائق واضحه مثل هذا حقائق واضحه خاصها تغير يعني باش يولي الاسلام يعني واخد واحد واحد يعني غير بحال كادر كاروسري كار شو كاروسري ديال السياره بحال هكا كذا ولا الاسلام ولكن المحتوى ديالو الجوهر ديالو خصوش يكون يعني أول ما نزعوا منه قضية الجهاد أو نزعوا منه قضية الحدود تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وكما كيقولوا المشارقة الحبل على الجرار كل مرة تحيد لك وحيدة هذه صوى ويعني عرى الإسلام تنقض عروة عروة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحيدة وحيدة يعني كتحيد هذه وهذه آخرهن الصلاة في فين ما كتحيد عروة تمسك الناس بالتي تليها غير كيحيدوا لهم وحدة كيتمسكوا الناس بالأخرى كيقول لك أنا نشدوا بعدا فهذه لا تمشي حتى هي كحيدوا كيتمسكوا بالاخرى وهكذا واخرهن نقضا قضيه الصلاه هي اللي غادي تبقى غادي يحيدوا الناس وانا ما كتشوفوا شحال من حاجه تحيدات الان فين هو الحجاب الان في المسلمين فين هو فين هو الحجاب الحجاب اللي كان فرض معروف لا يختلف فيه الناس والله ادركنا جداتنا وامهاتنا يعني لا يبدين شيئا من من أبدانهم. غير احنا احنا ماشي كبار بزاف امهاتنا كانوا كيلبسوا النقاب دابا ولا النقاب فيه حتى هو كلام النقاب راه ديال افغانستان والنقاب ماشي ديال المسلمين وعاده يهوديه وكذا وكاين الناس الماجورين من المفكرين الذين يحسبون على الاسلام يقررون هذه المسائل ويدافعون عنها وتفتح لهم القنوات والندوات وكذا وكذا والمنتديات باش ينشروا هذا الفكر الخبيث اذا شنو هو الاسلام الصحيح فلا بد اذا اردنا العزه للمسلمين ان نرجع الى الاسلام الصحيح الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولنعرف ولنوقن يقينا لا نشك فيه ان هذه الخلافات التي تحدث بين المسلمين المقصود منها صرفهم عن المعركه الحقيقيه باش انت تصرف على المعركه الحقيقيه ديال هي خدمه الدين وديال اصلاح احوال الناس ودعوتهم كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فانت تشتغل بهذه الامور الجانبيه وتترك الامور الاصليه التي ينبغي ان تتوجه اليها العنايه يعني بحال الانسان دابا شي واحد عنده شي مرض وانت تحاول علاج العرض كاين الامراض وكاين الاعراض الامراض هي الـ هي, الـ هي, السبب ديال الاعراض الاعراض شنو هي الاعراض هي هذيك السخانه ملي طلعت السخانه ولكن شنو السبب ديال السخانه دي مثلا واحد الانسان كيتشقق ليه فمو مثلا كيتشقق له هكا ولا السخانه ولا شده العرق ولا يعني شي حموريه مثلا كتظهر الحساسيه، لكن شنو هو المرض؟ فانت لو بقيتي كتعالج هذيك الاعراض راه ما درتي والو ما درتي والو يعني كتعالج الاعراض ولكن الامراض راه اذا نحن خصنا نعالجوا المرض وخصنا نرجعوا للدين. اذا اردنا فعلا ان ينصرنا الله سبحانه وتعالى وان يعيد الينا عزتنا فلاش كأننا اننا لا نحصل ذلك الا بالعوده الصادقه. الى الاسلام الا بالوحده الا بالسعي في جمع الامه لكن على كلمه سواء على كلمه سواء على مراد الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا اذا المسلمين خصهم يتوحدوا ولكن هذا التوحيد كيف خصو يكون؟ التوحيد راه خصو يكون على واحد الكلمه التي ارادها الله سبحانه وتعالى لأن كل واحد يعني يدعي هذه الدعوة العريضة يعني دابا الآن أهل الأهواء كيقول كي لك أسيدي راه بغينا نتوحدوا كيفاش غنتوحدوا؟ يعني بأن يترك أهل السنة سنتهم وأن يترك أهل التوحيد توحيدهم إذا ماشي هذه يعني المقصود المقصود قضية التوحيد هو أن يتوحد الناس ولكن علاش؟ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حصل بينهم خلاف فليرجعوا إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إليه. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء الآن إحنا تنازعنا هاي دابا الحدث الحادث الآن ديال فلسطين وديال القدس المحتله. وهاد يعني الغليان يعني في الشارع الاسلامي والشارع العربي والهتافات والصراخات والتنديد والشجم والبيانات وكذا وكذا هذه الامور هذه ما محلها من الاعراب؟ كيف يمكن تقييمها؟ وكيف يمكن الحكم عليها؟ الان كاين العاطفه هي اللي عاطفه الجياشه من كتقول الانسان كذا يقول اه سيدي واش نتوما كذا واش ما عندكمش يعني العاطفه الاسلاميه واش ما عندكمش كذا لا ربما تكون عاطفتي اقوى من عاطفتك ولكنني لا اتبع نفسي هواه وانما احكم بشرع الله سبحانه وتعالى وانظر الى ثوابت الدين لان أنتش كدير كتهيج الناس ولكن لا تحكموا على احوالهم ولا تصلح احوالهم ملي كتجي انت كتدعي المظاهرة نبداو نيت موضوع الموضوع ديال المظاهرة كتقول لهم ماشي مظاهرة غادي تكون واحد الوقفة تحسيسية بالقدس الساليب وكذا واقفة بالنسبة لفلسطين ويخرج تارك الصلاة ويخرج المدخنون ويخرج السكارى وتخرج المتبرجات ويخرج أهل التصوف ويخرج أهل البدع ويخرج أهل الإرجاء ويخرج أهل التكفير كل شيء هذا الخلطة جلطة كل شيء خارج وكلهم يهتفون ويرفعون الاعلام ويرفع ويحرقون ارنا العلم ديال دوله اليهود ارنا العلم ديال امريكا ارنا العلم ديال روسيا ارنا كذا دابا راه العلم ديال السعوديه تاو يعني هذا ما ما الذي تريد من هذه الافعال؟ ما الذي تريد من هذه الافعال؟ واش هذه الافعال يعني ترد شيئا سليبا؟ يعني انا دابا كاني بهؤلاء يظنون ان يعني قاده اليهود الان يرتعدون في في يعني بيوتهم يعني كتشوف دابا القاده ديال اليهود راه صافي تخلعوا دابا كيقول وصحاب الفيسبوك كيقول لك نغيروا البروفايل ونغيروا الصوره ديالنا كيكون عنده تصويرته كيحيدها وكيدير الصوره ديال القدس العربيه القدس عربية حتى الشعارات بعدا شوف سبحان الله كيف يعني صرف الناس عن الحق قدس عربيه قدس اسلاميه ليست عربيه قدس اسلاميه شوف حتى هذه من الفخاخ التي ينصبها اعداء الله فيقع فيقع المسلمون في هذه الشراك دائما دائما هما كيديروا واحد المصيده والمسلمين تيجيو ديما ديما حاصل يعني ماشي كي يتربى ويقول بان هذا النهار تفلوا علينا اليهود وكذبوا علينا غادي نردوا الاحتياط لا وقت ما نصبوا هذاك مشدد بحال الفار الفار الان معمرك يتربى كيتربى ولا السمك يقول لك اغباء يعني الحيوانات هو الاسماك لان هي وجدتها وخالتها وعمتها كلهم تشدوا بالصنارة ومع ذلك كلما رات طعما جاءت لتاكله وكتمشي تهيا، يقول لك لا هذيك صنارة راه فيها الموت. هكذا يفعلوا بالمسلمين الان، وقت ما يعني حركهم السيل انقادوا له لانهم غثاء، انقادوا لهم لانهم غثاء. كيقول لك القدس عربيه وستبقى عربيه. طيب الست تفخر بانك مسلم؟ اليس الست تفخر بعدد المسلمين؟ وان كانوا في الحقيقه لا قيمه لهم الا ما شاء الله. وكتقول المسلمين مليار ونصف وكذا. حينما تقول القدس عربية يقول الأندونيسي والماليزي والتركي والسنغافوري وهذه الدول هذه التي لا تنطق بالعربية يقول لك وما شئني أنا بهذه القضية القضية ديال العرب وسير أنتم العرب أنتم اللي فيكم القوة وفيكم كذا سيروا حرروها لا شأن لي بها لا دخل لي بها كيف القدس عربية القدس إسلامية ولذلك أول أمر ينبغي أن يستحضره من ينادي بتحرير القدس أن يطرح سؤالا طويلا عريضا لماذا تريد أن تحرر القدس؟ لماذا؟ علاش؟ طرح هذا السؤال على نفسك علاش؟ لماذا؟ واش تريد تحرير القدس من أجل يعني أنها عربية؟ أو من أجل أن بها المسجد الحرام؟ أو لأن يعني الدماء تسيل وال يعني المسلمون يقتلون؟ فيقتل المسلمون في كل أفق. راه المسلمين كيتقتلوا كيت في بورما، والمسلمين كيتذبحوا في افريقيا الوسطى والمسلمين كيتقتلوا في الفلبين وفي كشمير وفي الهند وفي كذا يعني هناك بؤر كثيره يقتل فيها المسلمون ويذبحون ذبح النعاج ولكن هذه العاطفه هذه يعني الناس يعني استطاعوا الكفار يفككوها استطعوا يفككوها لان شوف دابا غادي نعطيكم غير واحد التسلسل تاريخي لكيد الكفار وكيف يقع المسلمون كل مره في هذه المصائب في الاول كانت القدس ديال المسلمين فبثوا هذا الشعار ديال القوميه الان فاش كانوا كيقاوموا قبل يعني في السبعينات كانوا يقولون لك القدس العربيه غادي نحروها بشعار العربيه والقوميه كده جمال عبد الناصر وكذا وكذا كان قضيه القوميه العربيه ثم عاوتاني بداو كينقصوا فقالوا القدس عندها علاقه بالشرق الاوسط ثم ارادوا التضييق مره اخرى فقالوا هي قضيه الشام والشام يعني فيها الاردن وفيها سوريا وفيها جزء من العراق وكذا. ثم قالوا لا هي قضيه فلسطين وحدها، لا دخل للدول الاخرى بها. ثم قالوا هي خاصه بغزه. ولا زال الامر يدق علاش علاش هذا التفريق هذا؟ لماذا شتتوا بلاد الاسلام وفرقوها؟ علاش؟ باش هذيك العاطفه نحو الاسلام ونحو المسلمين تضمحل وتنقطع. لأن دابا فاش مثلا واحد اليهودي ولا واحد النصراني ماشي بحال مات واحد المسلم. يعني تشعر بالعاطفة نحو المسلم أكثر من العاطفة اللي إلى إلى يهودي ولا نصراني يعني قتل ظلما قتل ظلما مثلا غارقة أو يعني أصابه حريق أو كذا فالعاطفة ديالك للمسلمين أكثر ولكن من كيكون كي عربي ولا أخر أعجامي وخا مسلم كتكون العاطفة ديالك العربي أكثر ولمات مات المغربي ماشي بحال الى مات السوداني وهكذا ولا مات مثلا السوسي ماشي بحال الى مات الجبلي ولا كذا فهذه المسائل هذه أراد الكفار أن يلعبوا عليها ونجحوا لا أه يعني أتم الله لهم يعني غايتهم نجحوا في الشيء ماشي ما نجحوش ينبغي أن نعترف لأن القضية ديال يعني الأفكار يعني يتحكمون فيها عن بعد كما يتحكم السيل في الغثاء كما يتحكم السيل في الغثاء إذا المسلمين ينبغي أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن يرجعوا نرجعوا ونعرفوا بأن تحرير القدس ينبغي أن يمر عبر هذه البوابة عبر قضية الإسلام الإسلام ولذلك في الملاحم يذكرون في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يعني المعركة كينا كينا وختعوا بالمفاوضات وتعيوا بالمعاهدات ديال الاستسلام استسلموا كما شئتم هذا كله لن ينفع ولن يرضى به اليهود لأن قواعد احنا عندنا قواطع في الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى لانتهاء الغاية يعني راه ما يمكنش يرضوا عليكم النصارى وما يمكنش يرضوا عليكم اليهود حتى تبعوا الملة ديال. حتى ترجعوا نصارى بحالهم لا ترجعوا يهود بحالهم يعني لا بقى فيك غير واحد العرق واحد ينبض في قدمك في أصبعك لا يقبل بك اليهود ولا يقبل بك النصارى هذه حقيقة خاصة تكون يتربع عليها المسلمين وانت خصك تعتز بالإسلام ديالك لكن إذا بقيت في هذه المسألة فإنهم غالبون ومنتصرون لا شك إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود إذا المعركة ديال المسلمين مع اليهود راه كاينة حتى تقاتلوا اليهود فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله يعني الشجر والحجر كينطق ينطقه الله سبحانه وتعالى الذي ينطق كل شيء كيبقى يتكلم وكيقول يا مغربي يا جزائري يا تونسي يا دمشقي كيقول يا مسلم يا عبد الله كيقول شيء عربي يا مسلم يا عبد الله الاسلام اشاره الى الديانه عبد الله إشارة إلى تحقيق العبودية الحقة فلذلك لا ينتصر المسلمون على أعدائهم إلا إذا أقاموا العبودية شكون اللي حرر فلسطين؟ فلسطين مش أول مرة كتستعمر استعمرت واحتلها الكفار أكثر من احتلال اليهود لها يعني من حيث عدد السنين ومع ذلك يسر الله من يفتحها يعني فتحت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثامنة عشرة من الهجرة علاش وفتحت صلحا يعني لم يكن ثمة قتال ولكن كما قلنا قضية الرعب يعني النصارى الصليبيين الذين كانوا يحتلوها يعني من اللي شافوا القوة ديال المسلمين والعزة ديال المسلمين خافوا منهم فقالوا نسلمكم الحصن ولكن أرسلوا إلى أميركم فإننا نجد في نبوآتنا أنه لا يستلم المفاتيح إلا يعني أمير للمسلمين صفته كذا وكذا ويجي سيدنا عمر كيف جاء سيدنا عمر سيدنا عمر أمير المؤمنين جاء في هالة وفي موكب وفي أبهلة جاء عليه مرقعاته ويعتقبه هو غلامه على بعير جاء ركب على واحد البعير هو الغلام دياله يعتقبا كيركب هذا مرحلة وينزل ويركب الأخر مرحلة أخرى فلما أشرف على الحصن وإذا بالدور على الغلام ليركب وعمر رضي الله عنه يقود الدابة فاعترضته مخاضة اعترضته مخاضة يعني وجد واحد يعني القلتة ديال الماء والطين والغيس فأخذ نعله فوضعه على عاتقه وخاض في المخاضة شاف هذيك المخاضة برجله فجاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وكان أمير الجيش أبو عبيدة هو أمير ديال الجيش وأمين هذه الأمة فنظر إليه فلم يعجبه حاله فقال له يا أمير المؤمنين والله ما أحب أن القوم استشرفك ما يعجبنيش نشوفك في هذه الحاله انت زعما الامير ديالنا خاصك تكبر بينا ويشوفوا الناس فيك كذا كذا ما احب ان القوم استشرفك شنو هو الجواب ديال الفاروق رضي الله عنه قال والله لو قال ذا غيرك شكون كان شي واحد من غيرك اللي قال هذا الكلام هذا لجعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله نحن قوم اعزنا الله بالاسلام باش عزنا الله بالاسلام كي كانوا العرب قبل الاسلام كانوا يقتلون الانفس وكانوا يأيدون البنات وكانوا يشربون الخمر وياكلون الميتة وياكل القوي منهم الضعيف هكا كان الحال ديالهم جاهليه جهلة فاعزهم الله سبحانه وتعالى بالاسلام كيقول كي له فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله شوف دابا كل كل واحد فين كي يشوف العزه كيشوف العزه دابا في موالاه الكفار، كيشوف العزه يعني في تقليدهم، كيشوف العزه يعني في مشاركتهم حفلاتهم واعيادهم وكذا، كل واحد فين كيقلب العزه ولكن موطن العزه هو في الرجوع الى القران، في الرجوع الى الشرع، في الرجوع الى التدين، في الرجوع الى الاقتداء والاهتداء بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم فتحت ايضا في زمن صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى. صلاح هذا صلاح الدين لم يكن عربيا كان كرديا وجل الفاتحين من اعلام هذه الامه لم يكونوا كذلك محمد الفاتح كان مملوكيا شركسيا لم يكن يعني عربيا الناس دابا اللي تيفخروا بالعروبه ويفخروا بالقوميه لا يعني الاسلام يجمع كل يعني يلغي هذه الفوارق كلها ولذلك شوف لما كان المهاجرين والانصار وقع بيناتهم خصومه وكادوا يقتتلون قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه يعني خليوا هذه العصبية وخلوا هذا يعني الفخر بال يعني الانتساب لهذه الشعارات وهذه الأسماء وهذه القبائل والأجناس والأعراق خلوها لا قيمة لها وإنما نحن يجمعنا الإسلام كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني من فارس يعني بيع إلى الفرس وكذا وكذا واش كان كيقول كي أبي الإسلام لا أبي لا أبا لي سواه أبي الإسلام شكون الأب ديالي هو الإسلام أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم أو كما قال لأنه كانوا كيف تخروك كيقولوا إحنا راه ابناء كذا كذا وابناء كذا لا لا افتخار إنما يكون بالإسلام إذا اعتززت بالإسلام وأقمته في نفسك وفي أهلك وفي من تقدر على إقامته فيه فأنت المسلم الحق وأنت المهتدي وأنت المستقيم وإذا تواطأنا على هذا الأمر واجتمعنا عليه وتحاكمنا إلى الشرع ورددنا مواطن النزاع إليه فإننا إن شاء الله تعالى ستعود إلينا العزة وتعود إلينا يعني الريادة والقيادة وحينئذ ستعود إلينا الهيبة وغادي يولي عندنا الهيبة اللي كانت عند المسلمين التي انتزعت منهم بسبب حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت الصحابة كانوا يكرهون يعني الموت واش باش انتم واش معايا ولا نعستو ما كانوا يكرهون الموت بل كانوا يحبونه ولذلك شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه كان اذا حاصر حصنا يكتب اليهم فيقول اما ان تسلموا واما ان تعطوا الجزيه عن يد وانتم صاغرون واما ان ترضوا بالقتال والقراع فاني والله جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه ما اعظم هذا تشبيه عظيم جدا جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة كيحبوا الموت يحبون الشهادة بل كان الرجل منهم إذا خرج في الجهاد ورجع ولم يصبه شيء يعني حزنا لذلك يعني رجع يقول لك إخوانه استشهدوا وإخوانه يعني جرحوا وكلموا في الله وأجروا على ذلك هو رجع صحيح ما قصوا حاجة ما جاء فيه رمح ولا سام ولا كي يبقى يقول لك واش أنا عندي يمكن شيء معصية ولا كذا كيف لم ينلني شيء في ذات الله وكان يقول يعني الرجل اللهم خذ من دمي حتى ترضى يعني شوف الناس كيف كانوا كيحبوا يعني الشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى بهذا يعني يرجع العز لان قضيه يعني الاقدام لا يقرب اجلا وكذلك الاحجام لا يباعد منه وش الانسان اللي يظن بانه الى بقى راجع اللور وبقى هربان وخيف من اسميته راه غادي يكون العمر ديالو 200 عام و300 عام ما يمكنش الاجل اذا جاء لا يؤخر وكذلك الاقدام شوف سيدنا خالد وانا غادي نختم بهذه باش ما نطولش عليكم سيدنا خالد رضي الله عنه كم خادم من خاض من الحروب الان دابا الناس واش كيبغيو يفتخروا كيقولوا القائد الفلاني والقائد الفلاني من, من الكفار كيبقاو يعتزوا بهم خالد بن الوليد يعني قاد معارك كثيره يعني ما يقرب من 100 معركه ولم ينهزم في واحده منها ما عمرو تهزم حتى يعني عزله عمر رضي الله عنه، علاش؟ لان خشيه ان يظن الناس فيه اعتقادا باطلا ويقولوا بانه راه الجيش اللي فيه خالد راه ما فعزله ولم يعز و... واخبر بانه لم يعزله عن تهمه ماشي يعزله لانه فاسد ولا كذا وانما لمعنى اراده عمر رضي الله عنه. فلما كان في سياقه الموت، شوف دابا هو شحال خاض ديال المعارك وشحال بعدا قاتل ديال المسلمين من كان من كان في بلاد الكفر من كان باقي في الكفر كان قتله للمسلمين قتلا ذريعا اشدر المسلمين في احد يعني هو كان قائد معركه الجيوش يعني ديال الكفار في احد ولما اسلم قال والله يعني يعني يريد ان يكفر عما كان منه بان يبلي وان يثخن في العدو كما كان يفعل في المسلمين باش الله سبحانه وتعالى يكفر لي هذاك الخطايا اللي كانت يعني ولم يصبه شيء باش تعرفوا بأن الأجل بيد الله سبحانه وتعالى فكان على فراش الموت يقول لقد خضت كذا وكذا معركة وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم يعني مع البدن دياله لا رجله ولا يده ولا بطنه ولا ظهره ما يمكنش تلقى واحد الشبر الا لقيتي وحده هنا غادي تدوز شبر تلقى سهم اخر وهنا تلقى هنا ضربه بالسيف وتلقى هنا طعنه بالرمح الجسم ديالو كله مخرق يعني بالطعان يعني علامه على ما كان يكابده من 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 الاعداء قال وما في جسدي كذا وكذا وكذا وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير الضال فلا نامت اعين الجبناء فلا نامت اعين الجبناء فيعني المقصود عندي باش ما نطولش على الاخوان ان الموضوع يعني موضوع يبين ان ما اصابنا من الذله وما اصابنا من المهانه انما هو بسبب انفسنا، الناس الان يعني يريدون ان, يلق أن يلقوا التبعات على غيرهم. اللي كيتكلم كيقول لك اليهود اليهود النصر اي هذه عداوتهم ظاهره ولكن انت التي الذي فتحت الحصون. يعني تصور دابا يعني العدو جاء وعندك حصن منيع. عندك واحد السور فيه يعني 20 متر ومن الاسمنت المسلح فيبقى يضرب مثل الصباح ما ما أنت. ولكن باش كتجي كتجي الخيانه كتجي الخيانه من عندك كيمشي تما لهم الباب تخلو فانت الذي تخالف شرع الله انت سبب النكبه وانت سبب النكسه وانت سبب تسلط الاعداء على بلاد المسلمين فاذا اردت ان يعود للمسلمين عزهم فابدا بنفسك واصلحها ويعني عد الى دين ربك سبحانه وتعالى وتب الى ربك واترك المحرم وقم بالواجب فحينئذ يعني إذا فعلت وفعلت وفعلت وفعلوا فإننا إن شاء الله تعالى سنقوم بما أوجب الله علينا فينصرنا الله سبحانه وتعالى لأنه علق ذلك على هذا الشرط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم فهل نصرنا الله الآن الناس اللي راه تأخر النصر معنى تأخر النصر يعني الله سبحانه وتعالى أخلف وعده واش كاين شي مسلم يمكن يقول هكا يعني حنا راه فعلا نصرنا الله وقمنا بالواجب ولكن الله سبحانه وتعالى اخلف وعده ان الله لا يخلف الميعاد الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر ولكن علقه على الشرط فاذا حصل الشرط حصل المشروط فينبغي ان ننصر ربنا سبحانه وتعالى وان ننصر ديننا وان نرجع اليه وان نحكمه في جزئيات حياتنا فحينئذ ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى ويكرمنا ويرفع الذله عنا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه رضاه وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وختاما اسال الله الذي جمعني باخواني في هذه في هذه المدينه الطيبه في الدنيا ان يجمعنا في الاخره في جنته ودار كرامته ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك